بعد بقى ما خلصنا واتفرجنا على يحيى وكنوز، دلوقتي بقى عندنا لعبة حلوة جدا جدا واحنا مكبرينها جدا جدا جدا، الا وهي كونكت فور. مين ما لعبش كونكت فور قبل كده؟ ما اعتقدش، صح؟ عارفين كونكت فور كويس وعارفين اللعبة المفروض تحصل ايه، بس احنا طبعا مكبرين الموضوع اكتر، وهيبقى بالبالونز وانتوا تحاولوا ايه تهدفوها، عشان كده موقفين معاكم الماما هارت. وده خليني اسالكم سؤال بقى قبل ما نبتدي لعبتنا النهارده. استاذه لميتا، انت عاده لما بتيجي تبقي عايزه حد يساعدك بسرعه في حاجه، تروحي لمامي بسرعه ولا تروحي لبابي بسرعه؟ مامي. ليه بقى؟ اشمعنى؟ كده اسرع؟ لا، بتساعدك اكتر بجد؟ ليه؟ عشان صاحبتك اكتر ولا علشان مركزه اكتر ولا لا، عشان صاحبتك اكتر؟ يا ولد يا رب بقى، خلاص بقى بابا قعدنا بره. عمر انت بتعمل ايه؟ قول لي بصراحه. ماما. مامي اشمعنى؟ عشان هي بس بتابع بابا بيبقى بعيد اكتر. لكن ماما مش بتبقى بعيد، زي بتبقى جنبي. وبابا زي بعيدة هنا. بعيدة هناك، زي ما هي واقفة جنبك حالا كده. ايوه. طب انت جاهز تلعب اللعبة دي؟ وعارفة وفاهمها؟ طيب، احنا ماما قالت اول الحلقة ان هي كانت بتدرس ديسيبلين، يعني التزام. هل هتلتزم بقواعد اللعبة دي؟ وبتلتزم بالحاجات في البيت؟ وانا خسرت. لا لا، مش هعاقبك ولا حاجه، بس يعني بس لا مامي لا بجد، الالتزام واصل للمرحله دي. احنا بنلعب يعني، مش هتعاقبيه صح؟ لا اوعدك يا عمر مش هتعاقبك لو خسرت. اوكي ماشي، جاهزين؟ يلا بينا. جاهزه يا استاذه لميتا؟ انت ومامي المفروض تعملوا تيم قوي بقى، عشان انتوا بقى قريبين وصحابه كده. يلا بينا نبتدي. ليديز فيرست بقى يا عمر. ها، نبتدي بلميتا ونقول ريدي ستدي جو. يلا يا عمر. برافو عمر. ادي عمر كون واحده. يلا مامي. يلا يا عمر. الله، قفلت له مامي، راحت قافله لعمر من ناحيه. ماشي، ولكن عمر انت تديني حاجه. طلعها بره. برافو. مامي هي قررت هي تاخد زمام الامور ودخلت واحده. عمر بصي يا عمر. يلا تروحي يا عمر، خلاص تجمعها فور. برافو. اوكي. ماشي. حلو. حلو. ماشي. يلا نيلي. اوت. يلا يلا يا عمر. اوت برضه. لا معلش، اللي بعده. احنا انا ملاحظه ان مامي هي اللي خدت زمام الامور، ولا ميتا مش بتلعب اصلا. يا عمر قفلت عليك. قفلت عليك، بس انت شكلك هتقفل عليها برضه. ماشي. برافو. ماشي. برافو. حلو. يا ما هو ايه، لميتا مش هتلعب؟ لميتا ماشي. يلا بطلعها بره. يلا يا عمر انت الاحمر، ركز. اوت. يلا ماشي، مش مشكله. في هنا روح تعاون. ما طب يا مامي العب انت يا مامي، اقطع عليها. ايه؟ لا عمر يلعب. لا عمر، انا اسفه. لا عمر يلعب. طب لميتا، لميتا اختاري السفره دي. يلا لميتا طفت. ماشي، مش هتجي. مش هتيجي. شفتي شفتي يا عمر؟ يلا يا عمر لازم تنزلها هنا يا عمر. ماشي، لازم انت تنزليها هنا عشان تكسبي. مفيش. لا ماشي. يلا شيل. يلا يا عمر. يلا يا عمر قربت تكسب. ماشي. لا كسبوا خلاص. بتعملوا ايه؟ انتي لسه هتقولي له بصي يا عمر. لكن ايه طيب؟ ايه لميتا اللي كسبت هي ومامتها، صحيح كان في عدم توافق مش طبيعي، بس برافو. نايس. جود جوب عمر. يلا معلش، هارد لك. ايه رايكم يا جماعه؟ تيجوا نروح نغني اغنيه حلوه؟ يلا بينا نروح نغني اغنيه حلوه جدا 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 جدا. يلا بينا. وصلنا لحد نهاية خلاص فقراتنا ولعبنا، وخلصنا الرحلة الأولى بتاعتنا، بس استنونا في حلقات تانية جديدة وأسر تانية مختلفة هتكون موجودة معانا ومنورانا. هنلعب ألعاب مختلفة وتحديات مختلفة، وهنسأل أسئلة أكيد مختلفة. يا رب تبقوا انبسطتوا معانا زي ما احنا انبسطنا. آخر حاجة خالص بتكون في رحلتنا هي إن احنا بنغني لكم أغنية يا رب تعجبكم. يلا بينا نشوف أغنية النهاردة إيه؟
عزة وأمن وسلام، رفرف يا علم بلادي بالتعظيم والسلام، رفرف يا علم بلادي عزة وأمن وسلام، تحية العلم تحية لكل مصر، تحية العلم تحية لكل مصر، بلدنا الحلوة دي اللي بنحبها، تحية العلم بنقول من قلبنا.